النهارده انا ان شاء الله انا واخويا هنوريكم مشتريات المدرسه اللي احنا جبناها من الفجاله باسعار رخيصه وحاجات حلوه جدا جدا جدا، صح يا بيدو؟ صح. طيب اول حاجه النهارده معانا محل فرج التجاره، في ادوات مدرسيه وادوات كتابيه، ادوات هندسيه و اسكندريه اللي انت بتقوله ده هندسيه، مش عارفه اسمها ايه دي. اوكي هو هنا بصوا ده عنوانه 4 شارع الخليج الناصري بالفجالة، ماشي؟ في منه فروع بقى وكده يعني. المهم هوريهولكوا وبيبيع حاجات حلوة جدا جدا، هوريكم ان شاء الله الحاجات اللي انا جبتها، ماشي؟ واسعاره رخيصة جدا جدا جدا. اول حاجة ده بتاعي، ماشي؟ ثانية بس كده. ايه ده بتاعي؟ دول مقصين بيجوا مع بعضيهم، واحد بتاعي والتاني بتاع اخوها الكبير او اي حاجة يعني، ماشي. ده كان ب5.25، الاتنين مع بعض ب5.25، فطبعا سعره رخيص جدا. افتحه معاكم كده، انا فتحت الصراحة عشان اشوف ماتيرياله، ماشي. هو صغنطوط كده يعني ممكن يتشال في اي حاجة معاكم، وبيقص حلو فعلا، ماشي. بتقص البداية. اوكي انا ان شاء الله هقول لكم الاسعار، بس اللي معرفوش يعني معلش. وهنا عندي مساطر اللي هي ديت، دي كان سعرها رخيص جدا، دي 24 واحده، دي 24 واحده، دي كانت ب14 جنيه، والنوع ده حلو قوي اللي هو كوين ده، معرفش اسمه، ماشي. هو هتلاقوه حاجه كده عامل زي سمير وعلي، بس اسعارها رخيصه جدا، قصدي الشكل يعني بتاعه، ماشي. دي بقى بتاعتنا كلنا، بالرايات دي انا هاخد دي، هو هياخد الازرق وانا هاخد الاحمر، واخونا الكبير هياخد الاسود، ماشي. دي فيها 3، دي كانت ب8.25، كلهم كانوا ب8.25، فطبعا دي بره اصلا الواحده بتتباع ب21، ماشي. معايا كمان اللي هو جلو ده هنستعمله في البيت لانه غالي، مش غالي قوي يعني ب14، يعني تقريبا واحدة ب7 جنيه او ب7 جنيه او سبعة ستة ونص، ستة ونص تقريبا مش عارفة. ماشي. ده هخليه للبيت طبعا. الماركة دي تحفة جدا في حاجاتها كلها اصلا، سرعته يعني بيكون وحش شوية اول ما تشتروه. ماشي. فهو ده يعني بلو ستيك. اوكي جبنا كمان من نفس الماركة، جبنا مش عارفة واحدة، من نفس الماركة جبنا اللي هو البلو ستيك ده، بس حاطينه بس في كيس عشان ما يقعش. جبنا واحد من ده، جبنا واحد كبير وواحد كمان، لا ده نوع وده نوع، ده كلير جلو يعني شفاف، وده مش شفاف زي الغيره كده، بس ده بيلزق ورق وكده من حاجه زي كده. افكر ماما تقريبا ده كان ب ده ب 13 جنيه تقريبا، لا اغلى تقريبا مش عارفه، وده مش عارفه برضو ب 20، لا معرفش الصراحة سعره، بس يعني تقريبا يعني هي حاجة يعني ما تعديش، مش عارفة ما تعديش ولا. اوكي المهم يعني هنا عندي انا واخويا بقى جبنا ده، الصراحة انا يعني كبيرة وكده فما كنتش عايزة اجيب فروزن او اي حاجة عليها شخصيات، بس ما لقيتش اللي هو السادة بيتباع طبعا هناك لو هتروحوا، ماشي. وده فروزن يعني عليه فروزن وكده، ماشي. هي اختارته. اوكي بعد كده بقى عندنا هنا القلم، دي تحفه جدا يا جماعه، اللي هي بريما روتو دي، ما اعرفش اسمها ايه، روتو. جبنا علبه منها فيها 12 بس هناك لو هتروحوا ما ينفعش تشتروا الحاجه قطعي زي ما بيقولوا، بس يا بنت لازم تشتروها على طول يعني دسته، ما فيش حاجه اسمها واحد او كده،
ماشي. ده القلم ده تحفه جدا 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 ما شاء الله، احنا بنحبه قوي. طبعا جبنا منه علبتين عشان يقضونا يعني، عشان احنا يعني الحاجات دي مش بتاعتنا بس يعني، بتاعت اخواتي كمان واللي عايز برضو يعني، فيعني يبقى كلنا مع بعض كده ماشي. بعد كده بقى الاقلام التانية جبنا برضو في النوع ده. طلع لكم بس الاقلام كلها الاول من الانواع دي. ماشي كده طلعت كلهم. طبعا الحاجات دي الترم اول والتاني يعني، واللي هينقص هنجيبه مفرد او كده ماشي. ده اول حاجة بريمة اللي هو روتو، سوري مش عارفة ليه بقول بريمة. وده قلم اسود تاني، ده احمر ده ولا اسود؟ مرينة عايزين كنه احمر بتاعي كده بتاعي اه احمر. هو مرسوم عليه اسود مش عارفة. ده كل الالوان ده في منه ازرق واحمر ومش عارفه ايه، بس ده عشان مثلا بنصحح او كده، لو ميس مثلا عايزه تصحح او مثلا ماما او كده يعني حد عايز يصحح لنا في ده. بوني بقى ده كان في بوني منهم الاخضر كمان. بوني في ده ماشي، هو بوني برضو ده ماشي. ده كوريكتور بقى بصراحة ده كان غالي جدا، فعشان يعني النوع ده فخم كده، بس هو مش ليا ولا لحد يعني لينا، بس انا بوريه لكم. هو بتاع بابايا عشان بيحتاج الحاجات دي اوي ماشي. والاقلام الرصاص دي هوريكم واحد، ده العلبة من دي كانت ب16 جنيه، لانه قلم مش يعني مش واو قوي الصراحة، فيها 12 بس. ده قلم من ورا فيه استيكة، كان فيه بيتباع بالاستيكة ومن غير ومن غير استيكة. والصراحة يعني النوع ده هنمشيه وخلاص. حطيه من حط ماشي. انت بتحطيه فين بس يا بنت؟ اوكي. دي كان دي مش عارفة سعرها الصراحة، ولا دي كان مش عارفة بحاجة و20 تقريبا، ولا دي برضو عارفة سعرها. الواحدة من دي كانت ب12 جنيه، فيها 12 ب12 جنيه فالصراحة أسعارهم رخيصة جدا يعني. حاجات اللي هناك ممكن دي انت قلت بتعرفي سعر دي بعدين تقولي سعر. يا هنا عندي جبنة دستة أستيك، لا مش أحمر، أسود هي بس الغطو بتاعها هو لونه. دي فيها 20 واحدة وماشي، بس هنا في حد أخد واحدة يعني، احنا يعني أخدنا واحدة منهم ماشي. هي أستيكة كبيرة مش عارفة دي كان سعرها كام يعني. احنا الصراحه في بيكاسل كانت غاليه جدا جدا، وكانت صغنطوطي كمان يعني، سوري كانت صغنطوطه بس الصراحه يعني كانت غاليه يعني الصراحه، قامها غالي يعني. فجبنا دي بقى وخلاص. ودي برضو النوع ده على فكره حلو، اللي هو ميلان برضو بيمسح يعني احسن من التانيين. هنا عندي كمان جبنا الخراصه دي، واحدة ليا وواحدة اخويا، وبس يعني هو هيوريها لكم. واحدة لمامتي ماشي. جبت كمان دول عشان بحبهم قوي ازين بيهم. دول كان سعرهم رخيص جدا من هناك برضو، كان 9 جنيه ماشي. وهنا دي جبت واحدة ليا ولينا لينا كلنا كلنا لينا نفس الشكل. وهنا ده قلم الهايلايتر، ده كان ب7.5، ده في بريكاسل اهو اورنج. جبت النوع اللون سوري الاورنج عشان يعني فسفوريك وكده شوية، لان التانيين بيبقوا الوان عفوادي. فجبت ده وانا عندي الاصفر، ف يعني هما اكتر لونين يعني حلوين ماشي. كمان عندي هنا اللي هي زي ما قلت لكم النوت بوك دي ماشي، بس دي مش لونها احمر، بس هي باين عندك احمر هي كده. دي الواحده كانت ب18.5، ف احنا كنا احنا كنا فاكرينها ب7.5 جنيه يعني، عشان الاسعار كانت موجوده غلط. ب18.5 تقريبا كده. مشتريات خلصت تقريبا مش عارفه. وجبنا الاستيكر ده بس دستة لا بتاع كلنا
دستة من دي فيها 20 واحدة ب55 جنيه. مبسوط وزعلان. ماشي. فطبعا ارخص لان بره واحدة بتتباع ب5 جنيه. طيب دلوقتي خليكوا مع اخويا، يلا ابدا معاهم. يلا زي ما انتوا، انا بقى دلوقتي هشرح لكم كل حاجاتي. فده ده بس، بس دي كل حاجه، دي منها كلها واحده. دي زي ما قلت لكم دي ب10 جنيه. لا مش ب10، 11 فيها 10 باكتس يعني. يلا. دي زي بتاعت اختي اللي هي شرحت لكم عليها، بس دي بقى بتاعتي. والصراحة يعني فتحتها عشان اشوف اذا كان بايظه ولا لا. دي بتاع دي بقى كل حاجاتي. دي كلها حاجاته الجديده، بس هو حطها هنا. ده المقص زي ما وريتكم بتاعي، بس يعني ده بتاعه بس نفس زي بتاعي. وده برضو بتاعي، اللي هو ده النوت بوك برضو نفسه. جاب الاسكيت دي عليهم هالك كده وحاجات. واخر حاجه هي دي الدباسه، هقولها لكم بس. اخر حاجه هي دي دباسه بتاعتي. ماشي. دي هي زنطوتي خالص كده، زنطوتي كمل كويس. بس كده يكون الفيديو بتاع النهارده خلص. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وكومنت. قلنا مين؟ قلنا تحت في الكومنت مين مشتريته حاجاته احلى. انا ولا هو؟ يلا باي باي.